كان الأزهريين هم قادة الثورات، كانوا هم محركي الثورات. الناس دايما بتنظر إلى الأزهري أو الشيخ الأزهري أو المعلم الأزهري أو الأستاذ الأزهري نظرة الاحترام والتقدير. الأزهريين زيهم زي الشعب، يعني هم أفراد من الشعب مش مختلفين عنه. كنا أكثر من 500 إمام أزهري وعالم أزهري، ومعانا دكاترة جامعة وأساتذة جامعة، وكنا بنتحرك في الميدان كلنا بالزي الأزهري. لا تتخيل، كل ما نقرب من الناس نلاقي تصفيق هائل جدا وترحيب من الناس وما إلى ذلك. فالحمد لله إحنا كأزهريين ثابتين في الميدان زينا زي الناس، وبنثبت للعالم إنه هذا النظام فقد شرعياته مش بس عند أبناء الشعب، لا كمان عند رموزه سواء من الأزهريين العلماء أو من طلبة الأزهر أو من غيرهم. هذا النظام فقد شرعيته عند الجميع. يوم الأربعاء كان مسألة طريفة جدا، يعني تخيل ناس قاعدين في الميدان عادي ومسالمين والدنيا امان، وزي ما احد اساتذتي كان قال كلمه، قال يعني التخلف بتاعهم لما يحبوا يهاجموا ثوره الفيسبوك يهاجموها بجمال وحصنه. ايه ده؟ طب يهاجموها بشكل الكتروني مختلف، يعني يهاجم الفيسبوك بتويتر مثلا، لكن لا، ده جاي يهاجم الفيسبوك ببلطجيه راكبين على جمل وحصنه وماسكين سيوف ومطاوي، و يعني غزوة الكفار زي ما واحد من الشباب دلوقتي بيقول. فالحقيقة كلام ساذج جدا، يعني هذا نظام غبي يفضح نفسه. فأنا لما أصبت في يوم الأربعاء النهارده الصبح، واحد شاف اصابتي جالي، جه سلم عليا وقال لي انا بعتذر لك، والله حقك عليا ان انا ما كنتش موجود معاكم في اليوم ده، انا اول يوم انزل النهارده وشكلك كشيخ ازهري مصاب يخليني اثبت في الميدان دفاعا عن حقك وعن حق كل الشهداء. النبي صلى الله عليه وسلم لما قلت الحمزه النهارده قال والله لم يحيى به 70. الناس لما تشعر انه حتى الازهريين ينالهم من الاذى ما ينال الشعب، يعرف ان ده نظام متآمر وغبي، وما يفرقش عنده انه الانسان ده من حملة القرآن او من اهل العلم او له قيمة فكرية، ولا يعتبر ده. فالناس الحقيقة تستيقظ ضمائرهم بمثل هذا. يعني أكتر حاجة بتبسطني هي الناس، الناس وفقط، ناس باختلاف تنوعاتهم، البنت المحجبة جنب البنت اللي كشف شعرها، جنب الراجل العجوز، جنب الشاب الصغير، كان في أطفال يعني من شوية صغيرين هنا في قدام الحتة اللي أنا ببيت في نفس المكان ده، كان قدامي هنا كان في مسيرة ماشيين بنات كلهم صغيرين بيهتفوا ضد حسني مبارك. هو ده أجمل حاجة في الميدان، إنه الشعب كله عن بكرة أبيه بكل طوائفه بكل طبقاته معارضة لهذا النظام الغبي، فيعني هذا أكثر ما يسعدني. وكرمتنا رجعت لينا، والله وصينا وكرمتنا رجعت لينا.